فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا اشترط المؤجر على المستأجر ألا يؤجر أحدا، هل يجوز للمستأجر أن يؤجر دون علمه؟ لا، لأنه ما أذن له بذلك. إذا شرط عليه ألا يؤجرها تراضوا على هذا المسلمون على شروطهم، لا يجوز له هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.